بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ربي زدني علما. التخصيص قصر العام إيانا وإياكم أجمعين. التخصيص قصر العام على بعض أفراده وأنيام، يعني اشتكى عامته تخصيص شكي، والقابل له حكم ثبت لمتعدد، أو قبول تخصيصك حكمك كابيم بيشتر كومالا جيغرت بيته وتوبتوي أو كومالا تخصيص كي، والحق جوازه إلى واحد. مثلا آياتك عام عن هي حديثك عام عن هي أقول جيت تخصيص كده بو يكس يكس بقريته. إن لم يكن لفظ العام جمعا، أقول لفظ عامك جمع نبو، ولا أقول لفظك جمع بو، وإلى أقل الجمع إن كان، يعني كان لفظ العام جمعا. أبي بلايك موسي بقريته أقول لفظك عام بو. وقيل مطلقا، قيل كذا لو حالتي شام مطلقا بوتي تخصيصك الى واحد. وشذ المنع مطلقا، هي عليها ممنوعه الى واحد سواء كان جمعا او مفردا. وقيل وشذ المنع مطلقا، وقيل بالمنع، قيل كذا منع تخصيص الا ان يبقى غير محصور، غير حكم مستثنى بإله منصوبه، ما قال غير محصوره بمعنى توا. وقيل إلا أن يبقى قريب، لا يوجوايا قريب من مدلوله، دار قريب فاعلي يبقى مستثنانية. قيل كلي مقر وقت تخصيص دروسته أبي اشتب من توا دواي تخصيص كقريب بلا مدلول أصلا كيخوي واتزوري لين نقرتان دبي. التخصيص قصر العام على بعض أفراده هر أويهنا متنكية، فلا يتناول البعض الآخر كتو تخصيصك أو لا يناقريتوا، أويك تخصيصك دريك ناقريتوا حكمك مما كان يتناوله قبل التخصيص، أويك قبل التخصيص شمول يكر بعام كتو تخصيصك بصفتها باستثنائه أو لا يدركي. والذي يقبل التخصيص حكم ثبت لمتعدد، أو قبول تخصيصك حكمك أبي بيشتر بوكو مل ثابت بوبي وكو مثل أقتل المشركين وخص من أقتل المشركين. بل وخص منه الذمي، ذمي تايبت كراوة لما واتا ذمينا كجريه ونحوه وكم معاهد. وسيأتي بحث المخصص، أو تايبتيك خوي هي مخصص في بحث المخصص، والله لنا بحث المخصص. وسيأتي ولا يتلا ما أصلك من بالنسبة آية كانوا بقصي طبعك كم تنتي رايكي شاولة مصحف مدينة ملام. وسيأتي في بحث المخصص لشوية أو مخصص أو مخصص مخصص ويك تخصيص أكا. بلى. وذكر المصنف خمسة أقوال فيما ينتهي إليه، يعني مجمل أقوال كان لبين جاء خويا قريته ولبين جاء كوتايدي، وهي القول الذي يرى المصنف أنه الحق، يكم أو قوليك مصنف بلا يراستا يجوز التخصيص إلى واحد في غير الجمع، يقل لفظ عامك جمع نبو بوتيتا يك، وإلى أقل مسمى الجمع كسيانة إن كان جمعا، قال لفظ عامك جمع بو نابل السيان كم ترب قريته. دو يجوز إلى واحد في الجمع وغيره، دروس تخصيص بوياك آية لفظ عامك جمع بها مفرد به، نظرا إلى أن أفراد الجمع أحاد، خو أفراد الجمع شرع أحادة، دي ما دام أحادة توبته بيقرتيني دك بقرتيني تايك، ما لا يحصى كبته بقرتيني تايك، يبي يشهر بينته، يمتنع التخصيص إلى واحد في الجمع وغيره، ما قولي السيمة، ألا ولا برا إلى واحد هل دلوزني لجمع وغير جمعة، أو عامة هل بيا جمع بمينته، وهذا قول شاذ. أما قولك شاذة ابن تيمية شرعها ابن تيمية بلى بلى. يمتنع إلا إذا كان الباقي غير محصور، التخصيص ممنوعة ما قال باقي غير محصور به وعات الزور به باش برام. يمتنع إلا إذا كان الباقي قريبا
من مدلول العام. أمدو قولة تقريبا نزيك لك، والقولان الأخيران متقاربان نزيك لك. واختار الشيخ ابن الحاجب أن التخصيص إذا كان باستثناء، ابن الحاجب فرمي التخصيص أقل باستثناء بإلا بو يا أداتي استثناء كان يتر أو بدل يا بدل بو جاز إلى واحد دروس تايك يجب منته دروسه. وإلا أقل بوان بو باستثناء وأدواتي استثناء نبو، فإن كان بمتصل أقل بشتك بو كمتصل بواتا قيد يبو متصل بو بمقيد كو وكو صفت جاز إلى اثنين حتى دوش دروسة بس بيدوب منتو. وإن كان العام غير محصور أو في عدد كثير أقل عامك غير محصور بي أجمارك يزور بو لابد، فلا بد من بقاء قريب من مدلوله. أبي عدد من توك قريب لمدلول عامك. والعام المخصوص عمومه مراد تناولا حكما، عامك لفظك عام وتخصيص كراوة عمومي أو عامة مراد لتناول شاء لحكم شاء، يعني يا كم جار يا كم جار لفظ عامك ما دم أو عامة تخصيص كراوة لفظ عامك لتناول هم أفراد كان أجريته لحكم شهر أجريته. بلام لدوايا كتخصيص ما نكر تناولك هرم يعني بس حكمك أو كمالي لدرجة كوا تخصيصك لا يبردو. عام وعموم مرادفين. بلى تقريبا أنا والله. بس قربان نرافن والعام المخصوص والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما. لا حكما واي جوان لا حكما واي تناولا لا حكما من غلط مخيونه بلى. والمراد به الخصوص. أما قسم دهم المراد به الخصوص ليس مرادا، أو عاميك لفظك عامة بس ما بس به خصوصا إسان منمان بينتو أو ليس مرادا مع عامك وات أفراد عمومك مراد يبلك تنيا أو شنكس مرادك ولفظك بيقريته، بل كلي بل كل لفظك كلية استعمل في جزئي لجزئية بكاره نراوة، ومن ثم كان مجازا قطعا مجازا قطعا لبروا واقعا مجازا يسأل لنا من كان جوان ترتيقين لشرحك. العام ثلاثة أقسام، وهي العام الباقي على عمومه، عامك باقي لسر عمومه هش مخصص الرويت أنا كردوه، وهذا قليل جدا حتى قال بعضهم ما من عام إلا قد خص وإلا وقد خص إلا نادرا. ها إلا نادرا بل إلا نادرا بل. أما ليه أما قولك لأن علماء أصولها هي يعني هش عام يعني إلا تخصيص كراوة ما قر نادرش تواها به أو نادران وكتي. ومن الباقي قوله تعالى والله بكل شيء عليم. حرمت عليكم أمهات خوا أو دواني جيلا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله حرمت عليكم أمهاتكم دعي أنا أهات تياني والله بكل شيء عليم. نعم نعم حرمت عليكم أمهات بلي أو دواني شبي شيء بلي. ومن الباقي والله بكل شيء بل ومن الباقي قوله تعالى والله بكل شيء عليم شيء عليم أمن جبن بسم. وقوله تعالى بل وقوله معناه وقوله وقوله ولا يظلم ربك أحدا. إيه دعي أويش. وقوله تعالى وقوله حرمت عليكم أمهاتكم وقوله حرمت عليكم أمهاتكم وتنياكي جاينيش وزاير هل ستي كورتي كاتو باش برام ما صدر والله بكل شيء عليم بله إيه مش تقريته ولا ولا ما مش تعالم بله. ولا يظلم ربك أحد أخو أظلم لك أزدعك إيه وهي عام باش برام. وقوله حرمت عليكم أمهاتكم دو العام المراد به الخصوص، ما
مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. ديباشا أما فإن القائل واحد. قال لهم الناس يكسى أقسيك الدور وهو نعيم بن مسعود الأشجعي تنيا أوتي إن الناس قد جمعوا لكم. لا فرمي الذين قال لهم الناس. بله. فإن القائل واحد. دعوة أو الذين ما بس في واحد. دعوة لفظك عامة كلي استعمل في جزئين والمراد به الخصوص. بله. بله. والمراد به الخصوص ليس مرادا يعني عمومك مرادني وكو أما وكو الذينك. ومنه قوله تعالى عن بلقيس على لسان الهدهد: وأوتيت من كل شيء. باشا بلقيس أوتيت من كل شيء. بل أم خوه حتش تدني أهد رابا بلقيس. نعم أوتيت من كل شيء تحتاج إليه. باشا برام. وقوله تعالى خش يكم هبو لقرانك أجابي وشن بكم ولا من عليها بدايك ما هو ساكا أنت تروج تربو لمن على كاني بقراني بو نيبو دامع بو وحرق سيكل حرق سيكل مش تم توزل منش قبرتنا وتم دا بيدنك بيمرو بيدنك بخو دنيا آخر نابي وتي من بيدنك من دنيا ورانبي وتم دنيا بو تي ورانبي وتي دنيا من عم جورو أمام دو سيشته ورانبي وتو قصاكي آمه أم أي باش برام دنيا أو توزي تو. وقوله تعالى عن الريح المسخرة على قوم عاد: تدمر كل شيء. إباش أخو الريح عاد همشتجين الرخامي أوشتاني لو دوروا برابو. باش برام. أما نا لواقع عام أريد به الخصوص. سي العام المخصوص وأمثلته كثيرة جدا كما ستراه في بحث المخصصات. في بحث المخصصات لبحث مخصصات أوانا أبين عام مخصوص نموني زورة. والعام من حيث ذاته موضوع لجميع الأفراد. عام وكل لفظك دان راوبو جميع الأفراد فهو حقيقة في ذلك لجميع أفراد حقيقة لأنه تمام معناه وايا هي كاسمك يتي تمام خبرك يتي وايا ما مسا بله لم تكتب بله وبين المصنف بله وبين المصنف أن العام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما. مصنف واسي أوي بوكردين عامك التخصيص كراوة أو عمومك مراد لجهة تناول لفظك أبو عامك لفظك تناول عامك أكا برامك حكم مراد نيقشتي وحكوك حكم أويك واجاك راوة ونايقلته لأنه يتناول جميع الأفراد وكل لفظ. أما الحكم بعد التخصيص فعلى الباقي. فعلى يا بل إيه وباقي كيتي. وأما العام المراد به الخصوص فإن عمومه ليس مرادا. عام كما بسمع فيه خصوص به عمومي أو عام مراد نية. عمومي أو عام مراد نية بل لأن لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. حتى لفظك إيش ناين قلته الذين لفظك الدنيا ناقلته هر مسعودي كوري كي نعيم كوري مسعودي أشجعي قلته بل هو من حيث إن له أفرادا كلي وكو الذين لجهة أو كوا كومال أفراد قلته مخراسة كلية ومن حيث استعماله جزئي فلام لجهة استعماله جزئية ولذلك كان مجازا قطعا مجازا وتعامل أريد به الخصوص مجاز لأنه استعمل في بعض أفراده استعمال الكل وإرادة الجزء بس طبعا يراف لا أنه استعمل نخل لأنه لا أنه وصل أنه ديارة تعليلة نعلم لذلك كان مجازا قطعا بو مجازا لأنه استعمل في بعض أفراده أي والأول الأشبه حقيقة قسمي ها حقيقة
والأول الأشبه بو حقيقة. والأول لا ولا الأول مبتداي، الأشبه مبتداي دوهم، حقيقة خبر مبتداي دوهم، جاءت جملة مبتدا وخبرك خبر مبتدايك. والأول الأشبه حقيقة من واتي وايلي تيجا ما مش ما ضمي بوكر دو تاني نظمي بوكر أصلك إيش يفاق للشيخ الإمام والفقهاء باش برام. وقال الرازي إن كان الباقي غير منحصرين، رازي لي أجر باقي غير منحصر بو أو كاتا حقيقته غير منحصر بو. وقوم إن خص بما لا يستقل، قوم كلا وقت حقيقته أجر تخصيص كلابة اشتيك مستقل نبي وسر بخونه بس هم إلا شرح كان من معن بينته. وإمام الحرمين حقيقة ومجاز باعتبارين ولا دو اعتباره ها حقيقة ومجازا لا ولا بو لا يتو ضم يا لا من هيك بونا كردوا بس خو غير مجازا مجازا الف يجيبوا كدوا يعني دين الفينيه لا يمن. وامام الحرمين حقيقه مجاز ببيع الف باعتبارين بأي كم تناوله والاقتصار عليه، باعتبار تناولي حقيقه بو عام، باعتبار اقتصار عليه حقيقه بو خاص. والأكثر مجاز مطلقا، أكثرية أعلن المجاز مطلق. وقيل إن استثني منه، قيل كلا وقت مجاز استثناء لي بكلا إلا وأداوة استثناء. وقيل إن خص بغير لفظ، قيل كلا التخصيص كيف بمعنى أبو بعقل أبو بغير لفظ أبو كات مجاز. بين سر شرح الأول أي العام المخصوص أو عاميك تخصيص كراوة أو عاميك تخصيص كراوة. الأول أشتوب أول متنك عقاتا لبي نك أو ترتيبيك لشرحكاها فانت أما متن تعلق بمتنه هي. الأول يعني والعام المخصوص ها وانية الأول بل كواب الأول أي العام المخصوص هو حقيقة في الباقي ها هل هو حقيقة في الباقي بل أو مجاز هي حقيقة لوي كما وتويا مجازة أقوال مان هي يك الأشبه بالصواب أنه حقيقة حقيقتها فيما بقي بو لأنه كان يتناول هذا البعض الباقي قبل التخصيص بيش تخصيصي مثلا لفظك عامة تخصيص كلا بو كومالش يعني باشا خو بيش هو تخصيص كلا حقيقة ولا هم يانا أي ستخصيص مكر بو حقيقتك إلى دارني هل حقيقة لو كما وتو أي باشا برام قبل التخصيص على وجه الحقيقة فكذلك هو بعد التخصيص. بعد التخصيص شروع من أنتو قسمه اللي درتشو لو شي كماوت وحقيقة باش برام إيه. وعلى هذا الحنابلة وكثير من الشافعية والحنفية والشيخ والد المصنف دو هو حقيقة في الباقي بعد التخصيص إن كان الباقي غير منحصر بلا حقيقته بشرت باقي غير منحصر به باش برام بشرت باقي يعني زور به وإلا أجر كمبو فمجاز وكو نعيم كري مسعود كيشيش أجرتو. وعلى هذا القول أبو بكر الرازي من الحنفية سي هو حقيقة إن خص بما لا يستقل من صفة أو شرط أو استثناء. أما شسا صفة بتنيا ناوتري ببي موصوف شرط ببي مشروط ناوتري استثناء ببي مستثنى منه ناوتري أما أنا مستقلين داي أمي شالي باوككم ما دام أما أنا مستقلين أما أنا قيد بو مقيدك داي أقل بمعنى استثناكرا أو حقيقة شنتي أما أنا جانابن ولا مقيدك قيد بو مقيدك جانابن ولو معنى إيه كلامه. قال أصحاب هذا القول في مثل أكرم الحاضرين إن كانوا علماء مثلا توب من الله أكرم الحاضرين إن كانوا علماء وايا عليه أم قول عليه هو حقيقة في العلماء الحاضرين. وممن قال بهذا بعض الحنفية وأبو الحسين المعتزلي باش برام هو حقيقة ومجاز باعتبارين حقيقة ومجاز بدون اعتبار حقيقة باعتبار تناوله لجميع الأفراد مليو حقيقة شنتهم يعني قلت وتو لجهة لفظه لأصله ومجاز باعتبار اقتصاري على البعض الباقي مجاز جتون جتوا عاتوي لفظة عام بكان هنا أبوكم ملك تايبتي هو مجاز معناه.
باشا بلا، وهذا قول إمام الحرمين، هو مجاز مطلقا. ما اللي باكم هذا مجاز من مطلقي، لأنه مراد به بعض ما وضع له. أم قول لك القول في شوال الواقع نزيك ليك هو يعني توها لفظة عام تريد به بعضه، بعض الأفراد كابو مجاز مطلقي مجاز يعني اعتباري شيء لما قرأ، وهذا قول الأكثرين. سادسا، هو مجاز إن خص بالاستثناء إذ يتبين بذلك أنه أريد به ما عدا المستثنى. توك استثناء كي زيد لعمر أمر كوما لك دركي، معناه زيد عمري نقرته تو ما باقي كي قرته تو، يتبين بذلك أنه أريد باللفظ به يعني باللفظ ما عدا المستثنى كزيد عمرو، بخلاف ما خص بغير ذلك. فلا ما قال بصفة الشرط تخصيص كلابه، فإنه يفهم منه ابتداء أن العموم بالنظر إليه فقط. أو كاتا أقرب غير استثناء تخصيص كلابه، يفهم منه أويلي ورجلي ابتداء لولو أن العموم بالنظر إليه فقط، عموم بنظر أويك أو صفة إقريته يا أو شرطة إقريته، عموما عامة لفظك بس بمرجي صفته يا بمرجي شرطه. بلام استثناء وانية استثناء والزارته تقرير شكل جاءني القوم، جاءني القوم من أعظم ما يناتون لدوب من استثناءك. بلام أقرب صفة به علي جاءني مثلا المكرمون من القوم، المكرمون من القوم أي صفتك بدانا هيا كسر لي تيجين ببي استثناء شنابي دبرا. والمخصص يا بلى والمخصص لين شرواية، والمخصص قال الأكثر حجة، وقيل إن خص بمعين وقيل بمتصل. أويك تخصيص كراوة جاءني القوم إلا زيدا، قومك جقل زيد أكثر عليه حجة، وقيل بلى بلى، وقيل إن خص بمعين، قيل لك الله يبين أويك تخصيص كردو معين به أم جاء تخصيص به سنو مني معين وغير معين بوينته، وقيل بمتصل نبي تخصيص كما متصل به كوتمان استثناء وشرط وصفة تقريته، وقيل إن أنبأ عنه العموم. قيل لك الله نختي وقتي حجية أقر لفظي عام كخوي خبري بي أداي كوا أما استثنائتي ببيع أوي هش بكار بيني لفظي عام كبيع تلا استثنائتي أو شنو منو بوينته. وقيل في أقل الجمع، قيل لك عليه بلا حجة بلام لأقل جمع كالسيانة، لما بعد السيان حجني تنت لوانية تخصيصة ليش كرابي، وقيل غير حجة مطلقا، قيل لك عليه مخصص هر محر حجني دورة لما تبقي أمها مقيلة شون هنا كلي. العام المخصص هل هو حجة في الباقي أو لا؟ فيه الخلاف الآتي. هو يا كم هو حجة عند أكثر العلماء سواء خص بمعين أم لا، وبمتصل أم لا، أنبأ عنه العموم أم لا، أو لا لا يا مموت خلال منهم أم لا، وبمتصل أو لا هل أو يعني أو لا يا بكين بأم والله ليلة هم أم لا يا أعزان فرقي كواني والله فرقيني والله مثل إنسان أما متنا بإنسان بلى نشوية كمان أولى طبعا بمتصلين أولى هسر ذلك بلى ليرة هم أم لا همي أم لا إلا سر لسر ونبي. العام المخصص هل هو حجة في الباقي أو لا؟ لبي أو لا؟ بلى. أمجا دو هو حج بلى. بوتي أمانة لها محال بارك هنا حجة على لأن كثير من الصحابة استدلوا به من غير نكير. إنكار النكر دو. مخصص. دو هو حجة إن خص بمعين. على جر مخصص كمعين بو حجة مثل اقتل المشركين إلا أهل الذمة. بو بخلاف المبهم بلا مهمنا
مثل اقتل المشركين الا بعضهم او مبهمه بعضهم كي زيد عمرو بكر خالد كي اذ ما من فرد منهم الا ويحتمل ان يكون من هذا البعض حمك سلام له بعضا نخوتي بعض محمد بلى باشا. ثالثا هو حجة إن خص بمتصل كصفة لأنه حينئذ حقيقة في الموصوف مثلا بيت حقيقات مثلا أكرم القوم إن جاءوك يعني أكرم القوم المكرمين يا نازم بلمشي اشتقلوا العالمين منهم وصفته باش برا ومتصل إيش بخلاف ما خص بمنفصل بل ما قال منفصل بنا فإنه يحتمل أن يكون قد خص بشيء آخر ما دام منفصلة أقول جهة تخصيصة الإشكرابة غير بشيء آخر غير ما ظهر ليش غيرية بلى جيجا لو ليش ما ينكردوا بس بحسابي بشيء آخر غير ما ظهر فيشك في الباقي ما دام احتمال تخصيصة كتير هبه إنسان قماني هي لباقية توارم هو حجة إن أنباء عنه العموم أقر عمومك أخوي خبري أدا مثل أقتل المشركين إذا أقتل المشركين لحركة سيبرسي لمسلمان توزي أقدار إسلام به عليما بس في غير ذمة أهل ذمة ناقلته معاهد ناقلته شون شي ناقون جي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يا إمام مسلمان عهد بكالة قال كافريكا بلي ورا ناو من مانيا لي ربو إيش مان بيتو يا إيش بي إميه هذا بيان بيكوجن ناقل فإنه ينبئ عن الحربي كأقتل المشركين ريك دلبو حربية لتبادره إلى الذهن حربية تناود الإنسان من حيث تصديه لمحاربتنا قصد من حيث قصد به لمحاربتنا قصد به لا تصديه أحاول تصديه جوا معناه يعني كون تصديه او تصدك كذا بقصد هي هيك شيء كذا به لا شو يا مولانا سمح الله شنك أو متصدية متصدية يعني أو برنجار معنا بيتو للرومانا أوسته هنا أهل ذمة كوا للرومانا أوستاون باش برام إيه من حيث هو لم تكشويه تصديه لمحاربتنا بخلاف ما لا ينبئ عنه بخلاف أوي كوا لفظ عامك وكبلن أماجي بيناك أتو خبري بينادا والسارق وسارقة فاقطعوا أيديهما لفظك عام همو سارق وسارقية قدرته بلام لولا شرع شروطي هي شرع كيش بناء لسرع حادثة كان كفرمي أبي أو اشتكى واد الزكاية دزي لحرز المثل دان رابي وأبي بقى اشتكى تحدي نصابي دزبرين كربعك ربع دينارك ربع دينار يمنا ربع دينار آلتون أقر أول كم تري دزي دسي نابره أقر لحرز المثل شان أبو ايسا من مثلا من كومال فارم بيه لو را روا دان لو كولانا دانيم كامنا عليبا دس يا قوريش بيبا دسين عبره ايه ما شبرام هو غير حجة خيش اويا بالي كسرقة لأقل من النصاب نصاب زكاة نيما نصاب دزبرينة او لكونها من غير حرز بيان جم حجة في أقل الجمع هو حجة بالي كجاوة وليرة هو حجة في أقل الجمع حجة بلعم لأقل جمع وما زاد على ذلك فمشكوك فيه شون في لواني مخصصة الهاتف لواني إما تنيا يقين لأقل جمع لفظك عامة تنيا لسيانا سيانا يقين هي هو غير حجة مطلقا قال أصحاب هذا القول لما كان من النادر وجود عام لم يخص نادر عامه بتخصيص نكرابي احتمل أن يكون هذا المخصص قد خص أيضا احتماله أو مخصصة جارك تريش تخصيص كرابي بمخصص آخر لم نطلع عليه إما في نزانين ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تمسك كريب عام لحياة بيغمرة صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص تا بيغمر لحياة أبو حيث بيويز نبو إما بشين بحث لمخصص كين شون تي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم خوي لحياة أبو أمشتاني
شتي بواي بيوتين وكذا بعد الوفاة دعاء وفاة شر تمسك بعام وكين خلافا لابن سريج أول بعد الوفاة واني وثالثها قول السهم التي إن ضاق الوقت أقل وقتك أولا تسكت أمر بفريا ناعك وتنتين بدواي مخصص أما نعب قرين تمسك بعامك ثانيها مطوية أو كمطوية آخر بلى زاهد أو قصك ابن سريجة يا ألا شيء ثانيها طبعا يتمسك به إن ضاق الوقت وخذ عمل فوريا لا هو هنا ثاني يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص ثاني لا يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص حتى في حياة النبي أو ثاني ثالث إن ضاق الوقت يتمسك بالعام إن ضاق الوقت ثم يكفي في البحث الظن كبحث ايش معنى الظن هبك مخصصني كافية خلافا للقاضي قال أكثر العلماء يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص بحث لمخصص ناكين تمسكين بعامك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن التمسك به حينئذ تمسك بما هو الواقع والقطعي شنك لزماني في غمر صلى الله عليه وسلم بخواهي شون في كيرو يبدأ مخصصة بقره كفي غمر لحياة أبي صلى الله عليه وسلم أم قولي أول دروس تبراسي أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فهناك ثلاثة أقوال سي قول مانه كوابو أما أمسي قولا أمسي قولا هي بعد النبي هي زماني في غمر صلى الله عليه وسلم يتمسك به كما هو الحال قبل الوفاة أما أو كذا بعد الوفاة باشا برام أو قولي كما لا يتمسك به قبل البحث مطلقا أما قولي دوهما وهذا قول ابن سريج باشا برام وعلى هذا القول يتمسك به إن ضاق الوقت أو دوهما واقتضى عملا فوريا ثالثا لا يتمسك به قبل البحث مطلقا وهذا قول ابن سريج وهذا وعلى القول بوجوب البحث أجل واجب بحث كين فإنه يكفي كافية الظن بعدم وجود مخصص هل نظن ما نهبك مخصص نية لآراء إتر بيزناك لكن القاضي الباقلاني قال بوجوب القطع بعدم وجوده بل باقلاني لأبي أولا بحث بكي كإتر تواوتا وقطع فيها نابي وعزم فيها نابي كوجود مخصص نية لآراء فلا يكفي الظن باقلاني عليه ظن كفاية ناكا هاتي لسال مخصصات مخصصات إجدريجة نازم للا بوستين بلي بوستين ما هو سمهدي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم صحب يجمع. Thank you.